يا جماعه، في بنوته من محافظه الشرقيه اسمها رغده علاء الدين. البنوته دي فازت ببطوله افريقيا للشطرنج. البنوته دي قدرت ان هي تحصل على الميداليه الذهبيه تحت سن 10 سنوات. بس بنتكلم في الشطرنج وبنتكلم في واحده عندها فظيعه 10 سنين. البطوله دي اقيمت في مدينه لوساكا في دوله زامبيا. حبيبه قلبي ال 10 سنين دي مثلت مصر. خلينا نبارك لرغد اللي معانا على التليفون دلوقتي. صباح الخير يا رغد. صباح النور. ألف مبروك يا حبيبتي، أنا مبسوط بيكي جدا. 10 سنين وبتلعبي شطرنج، اتعلمتي إزاي؟ يعني أنا اتعلمت وأنا عندي 4 سنين ونص، بابا علمني. أنتِ كان عندك أمل إن أنتِ تكسبي الميدالية الذهبية يا رغد، ولا كنت شايفاه صعب في الأول؟ لا، أنا كنت دايماً بشجع نفسي إن أنا ألعب واحصل على الكاس واطلع الاول في الجمهوريه وافريقيا، وان شاء الله اطلع العالم وامثل اسم مصر. طب ازاي اتعلمتيها؟ مين علمها لك؟ بدات ازاي؟ انا برضو محتاجه اسمع منك، يعني قصتك مع الشطرنج كانت عامله ازاي يا رغد؟ يعني وانا كان عندي 4 سنين ونص. أيوة. بابا علمني، وبديت بقى انا العب لغايه لما أول بطولة ليا هي جمهورية، فالحمد لله كسبتها 9 من 9، وبعد كده التصفيات الحمد لله كسبتها برضه، وطلعت أفريقيا، دي كانت أول مرة أطلع أفريقيا، فبرضه الحمد لله يعني كسبت. طب قولي لنا بقى طلعتي إزاي؟ كملي يا رغد، معلش كملي. وبعد كده السنة دي برضه طلعت برضه أفريقيا الحمد لله، جبت 9 من 9 وطلعت الأول تحت 10. طب انت عرفتي ازاي انه في بطوله في افريقيا؟ يعني انت اللي كنت متابعه فاشتركتي، ولا حد وجهك قال لك؟ انا اول مره اشاركها في بطوله الجمهوريه كسبتها، بعد كده كانوا بيقولوا ان في تصفيات لافريقيا، انا الحمد لله برضو كسبت واحده اسمها هيفن، الحمد لله يعني كسبتها وطلعت افريقيا. بعد كده طلعت افريقيا والحمد لله كسبت 9 من 9. طب احكي لنا ازاي، يعني احنا بنعرف ان الرياضات المختلفة بيتمرنوا فيها، هو الشطرنج برضه فيه تمرين وكده؟ في. بتعملي ازاي التمرين؟ مين بمين بيمرنك؟ يعني بابا بيمرني وانا عندي 4 سنين، وفي الحالة دي لغاية لما وصلت دلوقتي انا عندي 9 سنين. وقالوا لك ان اللعبه دي لعبه ذكاء، يعني انت عارفه ان هي معتمده على هنا بتنشط برضه الذكاء، العقل، بتنشط العقل صح، وبتخليكي تتذكري حاجات معينه. يعني بتحبي مثلا حاجه معينه يعني في المدرسه بسببها؟ يعني مثلا بابا بيجيب مواقف من على اليوتيوب بحلها لي، بص على الشطرنج يعني كانت مسائل صعبة بس بحلها بسهولة. بابا بقى بدأ يدربني لغاية لما وصلت بقى لمستواي دلوقتي. طب رغد، اللعبة دي بيبقى فيها خطط، أنت بتعملي الخطط دي إزاي؟ أو يعني مين بيعلمها لك؟ يعني مثلا يعني أنا في الدومة أنا بفكر يعني في يعني مثلا اوبننج وميدل جيم والاند جيم، يعني الاوبننج اللي هي في الاول ان احنا نمشي القطعنا، وفي الميدل جيم هنا بقى بنخطط بقى ناخد ناخد قطع من الخصم، وفي الاند جيم بقى بنحاول بقى نكسب، يعني نقسمها نهايه الدور مين ابطال. كملي. وفي الميدل جيم بقى يعني لو الخصم مثلا عمل بلاندر لازم نعرف ان احنا ناخد منه قطع، مثلا يعني كش مثلا وناخد الوزير، حاجه زي كده يعني. فاصلا بعملهم افراخ برضه يعني، فدوت اللي بتكسبني برضه يعني. حلو قوي. احكي لي سافرتي ازاي؟ عملتي ايه؟ مين سافر معاكي؟ برضه في رحله هنا يعني عايزين نحكيها. يعني برضه يعني انا دخلت يعني انا في الطياره عادي. ويعني ان شاء الله عادي يعني، اصلا انا كنت قبل كده شعور حلو. وبعد اول ما وصلت زامبيا وكمان رحت مع المنتخب المصري. شفتي ايه في زامبيا بقى؟ ايه اللي عجبك في زامبيا؟ بصراحة عجبني يعني الفندق حلو برضه، المكان حلو، وقعت
لعب حلو برضه. مبروك يا رغد، يعني انت شرفتينا كلنا، وانت باين عليكي ما شاء الله انك اكبر من سنك بكتير، باين من طريقه كلامك ومن تفكيرك ومن الخطه اللي انت حتى حطاها عشان ازاي تكسبي، ومتاكدين ان انت قدامها تبقي بطله عالم كبيره جدا جدا. كل الشكر ليكي رغد علاء الدين الفائزه ببطوله افريقيا للشطرنج. مبروك يا رغد، تحت سن 10 سنين.